هل يقدم التكبير على الاستغفار بعد الصلاة؟ ما فيه تكبير بعد الصلاة، تستغفر، تستغفر الله 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم تقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكرر هذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسبح الله 33، تكبر الله 33 وتحمد الله 33، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كان بعد صلاة الفجر تأتي بعشر تهليلات بعد السلام، أو بعد المغرب 10 تهليلات بعد السلام. نعم.